بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسئلة كثيرة تردنا عن أسرار الحجاب، فوائد، هل له فوائد طبية؟ يعني لماذا الإسلام أمر المرأة بالحجاب؟ ما هي الحكمة العلمية؟ نحن لدينا قاعدة أساسية أيها الأحبة، أن الله تبارك وتعالى الذي خلق هذا الكون وخلق الإنسان أعطاه أوامر كلها مفيدة له، ونهاه عن أشياء تضره. يعني بالنتيجة كل ما أمر به الإسلام هو لمصلحتك أيها الإنسان، وكل ما نهى عنه الإسلام هو لمصلحتك أيها الإنسان أيضا. الحقيقة الدراسات المتعلقة بموضوع الحجاب والفوائد النفسية والطبية والاجتماعية قليلة جدا، ولكن أحببت من خلال يعني هذه الدقائق القليلة أن أعرفكم ببعض الدراسات التي قامت بها يعني بعض الجامعات ونشرت على مجلات عالمية موثوقة علميا حول فوائد الحجاب، وأنه على المرأة يعني من الضروري أن تقوم المرأة بارتداء الحجاب لأسباب عديدة. هنا دراسة لجامعة ويست منستر، طبعا نشرت في المجلة البريطانية لعلم النفس، جامعة غربية تقوم بدراسة على مئات الفتيات المحجبات لكشف الفرق بين المحجبة وغير المحجبة كسلوك اجتماعي، كفوائد نفسية، كإظهار احترام للذات إلى آخره. خرج الباحثون بنتيجة مهمة جدا انطبقت على كل الفتيات المحجبات، أن الفتيات التي ترتدي الحجاب تتمتع بقدر كبير من احترام الذات والإحساس بالأمان أكثر من المرأة التي لا ترتدي الحجاب. إذن لدينا شيئين أيها الأحبة، دققوا معي. احترام للذات، وهذا ضروري جدا للإبداع، للنجاح في الحياة، للسعادة. والشيء الثاني الإحساس بالأمان. معظم الفتيات المتبرجات فقدن الإحساس بالأمان، تجد لديها خوف من الذئاب البشرية. لماذا؟ سنتعرف خلال هذه الدراسة، ودراسة حديثة جدا أيضا. طبعا الدراسة أظهرت أن انشغال المرأة ذات الحجاب يعني الجسم والشكل الخارجي والزينة والجمال والوزن وإلى آخره أقل بكثير من انشغال المرأة المتبرجة. المرأة المحجبة أقل قلقا بالنسبة لمظهرها الخارجي من المرأة المتبرجة، وهذا ينعكس بشكل إيجابي على الحالة النفسية لها، ينعكس على أدائها في العمل في الأسرة، ينعكس على تربية أولادها أيضا. هناك تجربة طبعا أجريت في شوارع نيويورك، نفس الفتاة وضعت الحجاب وسارت على الطريقة الإسلامية، طبعا الحجاب على الطريقة الإسلامية بحيث أنه لا يظهر مفاتن الجسد. هذه الفتاة لم تتعرض لأي عملية تحرش ولا واحدة. عندما خلعت هذا الحجاب
ومع أنها لم تتبرج على فكرة، يعني لم تظهر بشكل متبرج، مجرد خلع الحجاب وإظهار بعض المفاتن، تعرضت خلال ساعة واحدة لعدة عمليات تحرش بالكلام والألفاظ. وهذه طبعا موجودة، يستطيع أن يتأكد منها أي أخ أو أي إنسان يحب أن يتأكد من هذه المعلومة. الباحثون خرجوا بنتيجة أن مثل هذه التجارب تدل على أن الحجاب ليس مجرد غطاء للرأس كما يدعي العلمانيون، ليس مجرد غطاء للعقل كما يدعي بعض الملحدين، لأن العقل أيها الأحبة والدماغ بالعكس، عندما تشعر المرأة بالأمان وعدم القلق وتقلل من انشغالها بجمالها وجسدها ووزنها والمكياج وغير ذلك، كل هذه تنعكس على الإبداع أكثر. يعني أنا يمكن أن أقول إن المرأة المحجبة أكثر إبداعاً من المرأة غير المحجبة إذا أخذنا نفس الظروف، لأنها أقل قلقاً وأكثر إحساساً بالأمان، هذا يساعدها على النجاح والإبداع أكثر أيها الأحبة إذا أعطيت طبعا نفس الفرص ونفس الظروف. حول انتشار سرطان الجلد في الدول الغربية، تبين أن الأشعة فوق البنفسجية التي لا نراها والتي تأتي من الشمس تحدث أثرا أكبر لدى المرأة، لأن بشرتها حساسة أكثر من الرجل، وبالتالي نجد أن الكثير من النساء يتعرضن لأنواع من سرطان الجلد بسبب تعريض أجزاء كبيرة من أجسادهن أو كشف هذه الأجزاء للشمس. لذلك هذه الدراسة التي أجريت عام 2015 تبين أن التعرض لأشعة الشمس أكثر ضررا على المرأة وبخاصة المرأة البالغة أكثر من الأطفال الصغار. فتقول ينبغي على المرأة أن تبدأ بالحذر من هذه الأشعة فوق البنفسجية بعد سن البلوغ. فلذلك أيها الأحبة، يعني هذه الدراسة جاء بالحرف الواحد على ضرورة وقاية أكبر جزء ممكن من جسد المرأة من التعرض لأشعة الشمس. طيب أيها الأحبة، يعني هذه دراسات علمية، طبعا أنا لدي هنا صورة يمكن أن نراها لسرطان الجلد والعياذ بالله. طبعا هذا النوع من السرطان والله شيء مرعب أيها الأحبة، تتعرض له النساء بشكل خاص بسبب تعريض أجسادهن لشواطئ البحر. طبعا الحجاب ليس مجرد قطعة، الحجاب يمنعك من الظهور على شواطئ عارية، يمنعك من كثير من العلاقات الشاذة، يمنعك من الاختلاط الذي قد يجر عليك أشياء لا تحمد عقباها. وطبعا نتائج هذا البحث أن الحجاب ليس مجرد عادة أو مجرد زي، بل هو تغيير شامل في حياة المرأة، في نظرة المرأة لنفسها ولغيرها، وتغيير نظرة الآخرين لها. تقول الدراسة إن يعني وسيلة لمنع المرأة من التعرض لكثير من المخاطر التي يسببها إظهار المفاتن. المرأة عندما ترتدي الحجاب أيها الأحبة تحجب نفسها عن الشر، وتحجب نفسها عن الأمراض مثل السرطان والعياذ بالله، وتحجب نفسها عن مرضى القلوب الذين في قلوبهم مرض. لذلك
الله سبحانه وتعالى ماذا قال أيها الأحبة؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إذن عدم إبداء المفاتن هو أمر جيد. عدم إبداء المفاتن أيها الأحبة هو أمر يحمي المرأة وليس يحد من حريتها. نحن لدينا أولويات، الأولوية هي حماية هذه المرأة أو هذه الطفلة أو هذه الفتاة، ثم تأتي بقية الأمور في الأولويات الثانية والثالثة، ولكن الأولوية الأولى هي حماية. لأنكم كما تعلمون أن الدول التي أو المناطق التي يكثر فيها التبرج تكثر فيها عمليات الاغتصاب بكل بساطة أيها الأحبة. لذلك قال تعالى في آخر هذه الآية من سورة نور: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لتفلحون. يعني أختي المؤمنة، إذا أردت النجاح والفلاح عليك الالتزام بهذا الحجاب، لأنه حماية لك وأكثر يعطيك مصداقية أكثر لدى الآخرين. يعني ثقة الآخرين تزداد بالمرأة ذات الحجاب، وسنرى الآن طبعا هذا الكلام. الدراسة الثانية أيها الأحبة، وهي غريبة من نوعها حقيقة، نشرتها مجلة بلس ون. هذه الدراسة الحقيقة أجريت قبل مدة قصيرة في أكتوبر 2018، قبل سنة تقريبا، وهذه هي صفحة المجلة لمن أحب أن يتأكد. طبعا بلس ون مجلة شهيرة، كنا قد عرضنا عدة دراسات. هذه المجلة تدعم الإلحاد وتدعم أبحاث التطور، ولكن يعني لديهم شيء من الإنصاف. إذا جاءتهم دراسة علمية تراعي المعايير البحث المعايير البحث العلمي مهما كانت ينشرونها. هذه ميزة في هذه المجلة العلمية بلس ون. ماذا وجدت هذه الدراسة؟ طبعا الدراسة قامت بها جامعتان، إحداهما في قبرص بالإضافة لجامعة الشيخ زايد في دبي الإمارات، وتمت وفق المعايير وخضعت للتحكيم، واطلع عليها كبار الباحثين وأقروا نشرها كما رأينا أمامنا. هذه الدراسة أيها الأحبة قاموا بوضع صور لفتاة، يعني نفس الفتاة، مثلا لنتأمل هنا طبعا من اليسار إلى اليمين، هنا الفتاة غير محجبة، في المنتصف حجاب وسط، يعني تظهر شيئا من تكشف شيئا من شعرها، وهنا حجاب كامل. هنا ماذا تبين أيها الأحبة؟ درسوا جاذبية هذه المرأة وإثارة الغريزة لدى الرجل. هذه الحالات الثلاث عرضوا هذه الصور على مئات الرجال، وطلبوا منهم أن يعني يحددوا نسبة الإثارة لديهم، فظهر لديهم هذه المنحنيات البيانية كما نرى. كان الأقل هنا الأقل للمرأة المحجبة، أقل نسبة إثارة جنسية غريزية شهوانية لدى الرجل كانت تجاه المرأة المحجبة. لذلك الدراسة تقول إن المرأة المحجبة ليس فقط
تتمتع بقدر كبير من احترام الذات وقدر كبير من الثقة بالنفس، لا، هناك شيء آخر تتمتع أيضا بأن الرجل الذي ينظر إليها يكون أقل إثارة، وبالتالي احتمال أن يتعرض لها بشيء من الخطر أو يفكر بشيء يعني خطأ أقل. إذن الحجاب أيها الأحبة حسب مجلة بلس يحمي هذه المرأة من الرجال والمشاكل التي يتعرضن لها. اليوم أيها الأحبة، لو ذهبنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نجد أن هناك بمعدل كل 3 دقائق هناك إما اعتداء جنسي أو اغتصاب أو عنف تجاه النساء. كل 3 دقائق ما يبلغ عنه الأشياء كثير. يعني لو أردنا أن نحصي بدقة كل عمليات الاغتصاب والعنف تجاه الجنس الآخر الفتيات وكل ما يتعلق بالعنف تجاه المرأة بأشكاله المتعددة، نجد أن النسبة أكبر بكثير مما هو مذكور على المواقع الرسمية مثل موقع وزارة العدل الأمريكية ومثل موقع بيو ريسيرش الشهير جدا، الذي يؤكد أن هناك عمليات اغتصاب تحدث باستمرار. كل 2.5 دقيقة 3 دقائق هناك عملية اغتصاب لفتاة ما، هذا فقط في أمريكا، في الولايات المتحدة الأمريكية. والسبب الرئيسي أيها الأحبة هو التبرج. إذن أنا أود أن أخاطب العلمانيين والملحدين وكل من يرفض هذا الحجاب، أقول له: ما هي مساوئ الحجاب؟ يعني هل هناك مساوئ علمية؟ هل هناك دراسة علمية تقول إن هذا الحجاب يؤدي إلى الغباء، يؤدي إلى التخلف، يؤدي إلى مثلا مشاكل أمراض نفسية؟ كل الدراسات التي رأيناها والمعتمدة من قبل غير المسلمين والمنشورة على مجلاتهم تقول بأن الحجاب أثبت فوائده الكثيرة نفسيا وطبيا، على الرغم من قلة الدراسات أيها الأحبة. هذه دراسات محدودة جدا. كما تعلمون أن الدراسات الإسلامية قليل من يدعم مثل هذه الدراسات للأسف اليوم. يعني فعلى الرغم من قلة هذه الدراسات، نجد أن كل من درس الحجاب مباشرة ظهرت فوائده. إذن لماذا نجد من يقول إن الحجاب له أضرار وله وكله اتباع للهوى؟ لا يوجد لا بحث علمي ولا دراسة علمية. لذلك أيها الأحبة، في ختام هذا اللقاء أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن يهدينا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يعني يهدينا لما اختلف فيه من الحق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، وأتمنى من الجميع أن يتعلم دعاء النبي: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.